أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن يوم الشباب البحريني يمثل مناسبة وطنية هامة في مسيرة مملكة البحرين باعتباره يستحضر الدور المهم الذي يلعبه الشباب البحريني في صناعة مستقبل البحرين، كما أنه مناسبة لإبراز الإمكانيات والمهارات الكبيرة التي يمتلكها شباب المملكة والتعرف على مبادراتهم وأفكارهم ومشروعاتهم. وقال سموه بمناسبة يوم الشباب البحريني: تعيش مملكة البحرين ازدهارا كبيرا وملحوظا في جميع قطاعاتها، وذلك بفضل رعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للشباب البحريني وإيمان جلالته بدور الشباب في بناء مستقبل البحرين. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد: حققت البرامج والمبادرات التي تقدم للشباب نقلة نوعية بارزة في محتوياتها وأفكارها ورسالتها، وذلك بفضل استراتيجية تمكين الشباب التي وضعتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة. وتابع سموه: لقد وضع المجلس الأعلى للشباب والرياضة سياساته المستقبلية الرامية إلى تمكين الشباب والارتقاء بمشروعاتهم ودعمهم وبث روح الأمل في نفوسهم لبناء مستقبل شامل وواعد للشباب عبر تأمين بيئة جاذبة لهم. وبيّن سمو الشيخ ناصر بن حمد إن الإنجازات الشبابية التي حققها شباب المملكة جاءت على قدر الدعم الكبير المقدم لهم، فكانوا خير سفراء لمملكة البحرين في مختلف المحافل. واختتم سموه: إن كل الإنجازات التي حققها شباب البحرين هي مقدرة لدينا ونفتخر بها، وندعو جميع شباب البحرين للتكامل والتكاتف واستثمار طاقاته للمساهمة في النمو المتسارع لمختلف القطاعات وخاصة الحيوية منها، كما نؤكد عزمنا على المضي قدما في رعاية الشباب البحريني والوقوف إلى جانبهم وتلبية احتياجاتهم ودعم مشروعاتهم والعمل على تمكين الشباب البحريني حتى يتبوأوا مكانتهم الحقيقية.